طونكيج الدوله نعاون مثلا الاخوان الاعضاء مثلا حتى الزام الموقع البلديه باش مشغيري، ولكن نتمنى ترجع ديري طابلو دونك اخران باش نسمع مره. انا كنت مسبقا من هذيك الاشكال الاكشاش كانوا داروا المناطق القرويه ما شفتيش فيهم في الراه المجاليه هي باش تربي النحال باش هادو حنايا غير طفلنا عليهم جبناهم حنا جبناهم راهم كشاش هنايا والمجلس البلدي له الحق يدير فيه اللي بغى نديروا له القانون كما كيديروا الاكشاش ونديروا اللي بغينا ونسيبتوا الوزاره الداخليه وتصدق عليه ومن بعد نديروا له فهمتي كناش تحمولات معيد للدور المقبله سي سعيد دابا هاد يعني غادي تكون مفتوحه جمعنا الواحد ديال الشباب غادي تمارس فيها دابا حنا هاد الاتفاقيه وما يصدروش يخرجوا من الجهه علاش هما كانوا صادقوا ان يخرجوا هذا الاكشاش على هذه الاتفاقيه يكون الجامعات القرويه باش يتعاونوا بهم داك الناس اللي كيديروا بحال من حال وبحال الصناعه التقليديه اللي كيديروا داك الحوايج الصغار يديروا لهم على الطرقه وداك الشيء ولكن حنايا اللي ما عندناش هذا الشيء انا غير جبت هذه الدنيا ولا لاخور راه وجدنا واحد ديال رشد حمولات نناقشوا على حقوق الرضا ونسيتو غير تصادق ومن بعد داك الشيء غادي يمشي بالقانون ديالو انا العشوائيه ما كنبغيهاش وهذا الشيء جبتو نظرا لاخور عندنا الساحات خاويين وجبتهم هنايا باش غادي نحاولوا نبدلهم داك لا غير نفهموا هذا ما قلنا هادشي لا غير دابا عندنا هنايا شي جوج دابا حنايا استغلينا الفرصه باش نجيبوهم بعد من ثم يكونوا عندنا بليسار لا 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 ذاك الحافل هذاك لومبيلونس ولا هذا الاكشاش جبناهم اللي غادي يكونوا هنايا وحنا غادي نبدلو لهم القانون ومن حقنا صافي الخلاصه هو انا درتو حنا الاكشاف هذا المجال الحضاري ديال بلينصار حفظناهم جوج من المرات لا في المجلس السابق ولا في هذا المجلس ومن عدة أسباب الإخوان كاملين اللي حضروا ناقشوها عرفوها مزيان دابا نجيو غادي نحطوا نفس الأكشات وغادي نصوتوا عليهم يعني كاين واحد التناقض هنا يمشيو الوزير الداخلية يوليو عندهم قانون ماراثوني المهم حنا استفدنا منهم واخا نعطيوهم الصناعة التقليدية ما بغيتش غير نخلاهم تما كاينين اللي غادي يستافدوا منهم الا ما صلحوا لنا هنا يصلحوا لنا هنا يصلحوا لنا هنا المهم حنا جبناهم للبلديه اللي جبنا حقنا واخا ما كانوش غادي تعطاو لنا جبناهم هنايا غادي تصلحوا واخا ما بغيتش انا بغيت ندير واحد شي شويه لا الا ما بغيناش نناقشوا ما غاديش نناقشوا صافي صح حنا كنستسلموا جينا هنا باش لا هذا الشيء يمكن انا لو كان لا كان هذا الشيء كيدير شي حاجه ديال لا لا ما يدير والو اسمع سي سعيد هذا الشيء لو كان درت معكم شي جلسه قبل باش نوضحكم بلا هذا كنا شد حمولات ديال باش نوضحكم وعلى ان حنا تعاملنا معها الاول الا كان غير صالح انا غير صالح انا نعطي غير صالح السيد شوف لا النقطه الثانيه النقطه الثانيه هذا غادي نمشي هذا صافي صافي ولكن كناش تحملات سيعرض عن المجلس في الدورة المقبلة إن شاء الله يتعلق بالضبط بهذه الاتفاقية لأن هذه الاتفاقية لها خصوصية ليست كباقي الاتفاقية وهذه الأكشاف ستكون لها خصوصية وهي مذكورة بالاتفاقية تهم المنتوجات المجالية والصناعات التقليدية وستكون هناك لجنة برئاسة السيد العامل عامل الإقليم باش نختاروا هاد الناس اللي غادي يستغلوا حنا بالنسبه لنا هذه غير اتفاقيه منين يعطيو لنا هاد الاكشاي عاد غادي نعرضوا هاد كلش التحملات كيفيه الاستغلال الذي سيكون بالطبع يعني موازي لهاد الاتفاقيه اما بالنسبه للاكشاي الاخرى يعني كاين كلش تحملات اخر واحد مشروع ديال كلش تحملات يهم استغلال الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام من اجل اقامه اكشاك هذه واحد الحاجه اخرى اما فيما يخص هذه الاتفاقيه انا اظن بانها يعني واحد الحاجه ايجابيه لان غادي نستافد واحد 8 الاكشاك بالمجان وحتى ذوك الصناعه التقليديه الا خذينا غير الصناعه التقليديه اللي عندنا في بلينصار انا كنظن بانه شيء ايجابي عندنا مجموعه ديال التعاونيات من بين واقيلا واحد التعاونيه ديال السيده نبيله واللي كنعرف انا كنعرف نبيله وكنعرف حسين المسعودي
كاين واحد جوج ديال التعاونيات في هذه الصناعه التقليديه، هذا كنظن بانه يعني فيها قيمه اضافيه بالنسبه للجماعه. ايوا واحد المراحل الله يحفظ الوالدين. دابا المشكل اللي عند المجلس اليوم، المجلس ما كيتواصلش مع جميع الاعضاء، هذا هو المشكل. لا خلينا نكمل السيد الرئيس الله يجازيك بخير. دابا عطينا حنا كنعتمدوا على هذه الورق، شتي هذه الاوراق اللي كتعطيونا؟ انا مخيط هنا كيقراها جوج مرات ثلاثه المرات. كنتعاملوا بالاوراق الله يجازيكم بخير. والورقه اللي جايبين لنا اليوم كما قالت السي سعيد، كما قال السي سعيد يعني راه كوبي كولي ديال جماعه اخرين. هذه من جهه. غير اللي شوف مع احتراماتي. لا بلاد. انا معاك. لا انا كنتكلم بالطريقه. انت البارح كنت معايا النهار كامل، كل اللي سولني نقول لك لا ما كنتش معاك النهار كامل. كنت معايا البارح. انا ديك كيف كاش بغيت تقول تجي كتقول لي ما كانش تواصل، واش من التواصل اللي غادي يكون؟ شوف اسيدي الرئيس، احنا نجي سعينا وسعينا. ايوا انا سعينا جبناهم. دابا قلت لك هاد كنا شفنا حمولات اللي عندنا باش نتعاملوا معاهم باش نجيبوا هذاك الاكشاس. اسيدي الرئيس اختاري عبد السلام مع احتراماتي لك، غير في التالي ديال هذه الوريقه الله يجزيك بخير، دير ان اوبسيرفاسيون ولا ملاحظه باللي غادي يكون واحد الدفتر تحملات كذا كذا، والناس اللي تم التقاؤهم لحد الان ما كانش حتى شي واحد غادي يستافد هذا الشيء، تكونوا منين؟ وحنا ما عندو باس، تصاوب ليها ورقه ديال شي بلديه اخرى ولا جماعه اخرى، حتى الاقرار كتقرا دور. ولكن ملي كتعرف داك التفسير اللي قلت للسي سعيد جوج فيه الغالي، وما تجيش تركب عليه انت يا عاود ثاني. انا ما كنكذبش، انا اعتذرت لك وقلت لك ها كيفاش احنا هذا الشيء ما كانش من عندنا كاع، هذا الاكشاش كاع ماشي كان ديالنا، حنا غير جبناوه. دابا حنا رانا في المجلس نديروا اللي بغينا، بغينا نعطيوهم الصناعه التقليديه نعطيو لهم، بغينا نعطيوهم الاخر الحانوت نعطيو لهم، بغينا نديروهم اللي بغينا، ولكن دابا خلينا نوصلوا عندنا ونقولوا ديالنا بهذه الاتفاقيه ديالكم نجيبوهم نحطوهم هنا ومن بعد ندابزوا بينا. تعاملوا معنا السيد الرئيس. حنا كمكتب اجتمع المكتب وناقشنا هذه النقط بالذات، واجتمعت اللجنة المالية وناقشنا هذه النقطة وجميع المشاكل ديالها، وثم إعداد كل تحملات للأكشاك الذين سينجزون مستقبلا في البلدية. أما هذا الأكشاك كمكتب ناقشناه بعد الاتصال مع الرئيس والتبليغ بأنه هناك 8 أكشاك تعطوا لنا ما كانوش غادي تعطوا، ثم أن هاد كناش تحملات اللي دارتو الجهه تيب دارتو جميع الجماعات اللي استفدوا منها. اذا حنا غادي نصدقوا نفس العمليه، والتغيير غيكون ملي غيكونوا تحت الاماره ديالنا غادي انه تدار عمليات ديال المصادقه ديال العكشاك وعمليات ديال الاستغلال. اذا حنا كمجلس جماعه كمكتب ولا كلجنه الماليه اللي ترخصها رئيس اللجنه الماليه ناقشنا هذه النقطه بالذات وحطنا الاخوان بالكيفيه ولا. اذا اليوم هذا كناش ولا هذا كناش تحملات راه بين يدك السي تقراه وغيجاوبك الرئيس ولا يجاوبك واحد حد اخر. ايوا سنا نكمل هذا السي. علاش ما سيفتوناش الفكره ديال اللجنه الماليه؟ ايوا علاش؟ يلاه فين هي؟ تويت 8 يا غدي ورث هاد خسراني 15 نغري ترش ناس
قاد في دار السي با وزير شي زوار وخصو هاد السي والخدمية قلت لها مسير شنو غادنا هو؟ تلوي 8 غادنا المارش غادنا نحضر وتشكرك الجهة 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 الشرقية بالميزانية ديالها والمجال الترابي ديالها أعطت لنا لامبيلونس وبالاتفاقية كاع هاد الاتفاقية أنا نقول لك واش هاد الاتفاق وبالعاد الشروط وبالعاد كذا إلا ما درتي هادي لا نحيدها لك إلا ما كذا دابا شتي هاد لومبيلونس وهذا الحركات واش كانوش داروا الجماعات الحضارية ولكن هذا واحد شوف أنا غنقول لك ما جبناش هنا واحد ديال الميني بيس علاش ما داروش الاتفاق؟ لا لا رجاء لا 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 سي سعيد ميني بيس شوف اسمع عندي ذاك ميني بيس جبته في اخر كان مشاو كانوا تحدوا العمل يمشيو الناس اخرين جا السيد رئيس الجهه والسيد العامل عطار اللي كان هنايا حدوا ذاك الجوز مبزز قلت له شوف الا ما تجي ما تعطيهولناش راه عندنا تجيب قراوي لا 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 مات لا مره اخرى قلت له ما كانش مره اخرى ولا ما نحضروش حتى شي حاجه وهزوه هكا اللي كنديروا دابا هذا غير بالناس اللي قالوا لنا راه كاين شي لومبيلونسات غادي تعطاو الجماعات القرويه اللي في الجبل اللي كذا وجبنا وحده بهذه الطريقه ضروري نمشيو معاهم اللي غادي يوصلوها انا يقول لك ما ديهاش ليه ما ديها واخا في هذيك الشروط اللي كناش تحمل ولكن هما ذاك كناش ما داروش لينا كان دار على الاخر ديالهم علاش باش يقسم داك الشيء للجماعات القرويه الباشا اخواني الاعضاء وسائل الاعلام غير باش تفهم المقصود ديال السي سعيد بالنسبه لصيانه الاسعاف ولا الجميع اللي هي بالك غير قاعد واحد الاشكال اللي كيقول لك كان ماشي من الضروره غادي ديرها الاتفاقيه حين سبق المجلس المجلس الجهه المجلس الاقليمي عطى الكاميون عطى الميني بيس ديال النقل المدرسي وعطى التراكس ما درناش الاتفاقيه علاش دابا هاد الشروط كاملين على واحد هاد الشيء اللي بغينا على زياره الاسعاف دار عليها كاع هاد الشروط هاد الاتفاقيه عطانا هي دوسه صادق عليه المجلس ايوا بلا اتفاق ايوا انا حنا صدقنا ولا انا ما صدقوش المجلس لا هو حنا صدقنا المجلس اسي ورا قصدي تعطيلو المحضر منا باش حتى هو يدير براشي ولا عنده مجلس الجهه يقولوا فين جات هذه علاش جات هذه حنايا غادي نخافوا على الله واخا السي احمد السي احمد الى مقام حضره صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولاي صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس. بمناسبة اختتام الدورة الاستثنائية لجماعة الإنصار المنعقدة يومه الخميس 9 جمادى الأولى 1442 موافق 24 دجنبر 2020 يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس جماعة الإنصار أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس الجماعي وعن ساكنة الجماعة بأن يرفع إلى مقامكم العالي بالله آيات الولاء والإخلاص المشفوعة بصادق المحبة والوفاء لجنابكم الشريف مبتهلين إلى العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر معربين لجلالتكم عن تعلقنا الدائم والمتين بأهداب العرش العلوي المجيد مثمنين عاليا يا مولاي قرارات جلالتكم الشجاعة فيما يخص الوحدة الترابية للمملكة وتجند الدائم وراء جلالتكم في كل خطواتكم من صيانة وتثبيت الوحدة الترابية للمملكة الشريفة والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. خديم الأعتاب الشريفة عبد الحليم فطاط رئيس جماعة الإنصار. إخوان غادي نمشيو نديرو واحد 5 دقائق عند البلدية نشوفو كي دايرها. قال لنا من يوضن في الخارج؟ واه السيد الرئيس ان شاء الله باش بدا ينشغل المشروع البلديه دونك مشروع كلش تسمى لو مونتون هي
540 مليون. المقاولة التي تفن هي المقاولة الأمريكية هكس كحتى لكما مكتب دراسة نبيغو ديتودية تاكس جوت لأخشيتيكت حموتي كارم. المشروع مشروع للمساحة دي للنادي 1900 متر كارم 1924 متر دونك ليست 220 المساحه الاجماليه غنغطاني غنسكر في 1800 متر مربع. دونك المده الاشغال عام الاشغال دونك ان شاء الله النهايه هو 2021 نسلم الاشغال للبلديه. المهم شفتوا ربما دونك لابروتاسيون دو بروجي كبير دونك ديكاباج دو تيغا سوج دو تيغا دونك لانستالاسيون دو شونتي دونك كيما لا فاز ميم اللي خدامه خاصو يجي لي بيغو نسن سوج بزاف دونك كيما ياخذ التيغاس ما شاء الله وكم هي نجاح خاصك من هنا ان شاء الله. الاخوان شفتوا انا على مسؤول نهار هذه الدوره تونكيج مكتوبه على مسؤول الاخوان الاعضاء نسمح حتى الزام الموقع البلديه ذو مشغيري ولكن نتوما الدرجه ديالي الطابلو دونك اخرى باش نسمح المره كون خصو جداد يجي الطابلو خوانيتاتي غير كانش لا غير تسيمي موتسي على لان كنغدا نشوف غير نغوت سوجد موانيتاتي ولكن ما كاين مشكل نسوجد الجنده مقرا باش نسمح بها المره الاعضاء يمكن نسحب الجمعيات واللي خصنا دي زار يعني في المقر البلديه الجديد شي المقر ديال المستوى وش يمكن نسيور كتا اخر حوايج باش ندير لنا ني لي مار جميع باش نسقى عاود تالي قاع الرئيس يروح واحد يسلمني خرج قوس يضع على الله قد تقادم انايا. خو بالنسبه لاشغال القاعه مازال ما بينتها ولكن خو من بعد لانستالاسيون شونتي. خو خاوه ونقاوه له يمكن ندنا سماره باش انا خو انايا اولي تقول كي تغنى خصنا نجي نبرونا بقرا هذا سي دار البلديه مليح خصنا نجي انطلاقه ديال المستوى البلديه سجل قريب مليار. فما بمكافس خاصة تصبح شد النوير خاصة لك شوية تنمو شوية الجمعيات شوية إذا أرجع حاجة أكس من دينا بخو شكرا كني قد تولى في زوامي الوقت زوامي الرخصات زوامي منايا خوشي نستالة الشونتي النق باش نشاء الله في غيري الورد سيربيس موجود نشي نبدأ لي كافو خوشي وزمارة درسانك منايا حما غام أورد سيربيس حما لك شوان مرحبا أنا ديري غير زمارة السيور زمارة السقسة مرحبا خو تبارك الله عليكم وانا تتقي جن زيارة الشونتي وها نتمنى ان شاء الله التوفيق. سنين وسنين شتي انتراجات الحمد لله ويدار ربي الرئيس ديالنا إتمار دايس لبانات الرغبه يود المشروعه يجي البلديه ان شاء الله تدير المستوى السكينه بنيسا مره ونجي نتمنى التوفيق للمزيد يثندي تنا ونهار نتفخو كاين انطلاقه كاين انطلاقه وسندي تما تنشر باش يبدا خدمه كاين انطلاقه ما كاينش الزياره تما عجبان غير الحال يعني عم تنطلق الانطلاقه تنطلق يعني البلديه قدين سيغوراريت بلا قدين ان شاء الله البلديه قدت واحد الوجه غاز جيت المرسى هاقات غنبوب جيت تا السكينه برينصار اوار اوار ناس البشويه المهم الموقع تسمى ديال المستوى شي نتمنى ان شاء الله حتى البلديه تدير البنيان النس ديال المستوى وانت ان شاء الله المزيد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وشكرا لكم.